هلو ده، بما ان النهارده شم النسيم وانتوا عارفين ان انا ما ينفعش افوت مناسبه زي دي، جبت لكم كلمات ومصطلحات ليها علاقه بشم النسيم، فخليكم معانا. لو عايز تتكلم عن شم النسيم في جملتين اتنين، ممكن ببساطه تقول شم النسيم is an Egyptian public holiday. It marks the beginning of the springtime. يعني شم النسيم ده عطلة رسمية عامة لكل المصريين، وهو بيحدد الوقت أو بداية الوقت بتاع فصل الربيع. إيه ده؟ يعني اللي جاي ده فصل الربيع مش فصل الصيف؟ لسه فصل الصيف مجاش، ده احنا هنستوي. والفسيخ أو أي سمك حاد مملح بيتقال عليه salty fish. salty هي معناها حاجة حادقة أو مملحة، ولما أقول salty fish معناها سمك مملح. ممكن يكون بقى السمك المملح ده فسيخ، رنجة، ملوحة، بطارخ، بس يلا أي حاجة من الحاجات دي. For example, it's traditional for people to eat salty fish in شم النسيم. يعني ده حاجة تقليدية أو حاجة متعارف عليها للناس في شم النسيم إنهم ياكلوا السمك المملح. ولو ليك واحد صاحبك مش مصري وسمعك بتقول فسيخ أو رنجة ومش عارف إيه الحاجات دي، فأنت ممكن توصف الحاجات دي وتقول It's kind of a salty, dried millet fish. يعني الفسيخ أو الرنجة أو الحاجات دي نوع من السمك المملح المجفف البوري. فكلمة salty عرفناها قبل كده يعني مملح. Dried يعني مجفف، يعني متنشف على الآخر كده، متجفف على الآخر. Millet يعني سمك بوري، اللي هو السمك اللي بيبقى طويل ده اللي احنا عارفينه الجميل ده. والخاص اسمه lettuce، والبصل الأخضر اسمه green onions. For example, we'd like to eat lettuce and green onions with salty fish. طب والبيض المسلوق الملون اللي بنعمله في شم النسيم ده اسمه ايه؟ اسمه painted boiled eggs. Painted boiled eggs. For example, in شم النسيم children like to play with painted boiled eggs. وبكده يكون خلصت حلقة النهاردة. لو عجبكم الحلقة وسمعتوا منها، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل الحلقات الجديدة، وما تنسوش تشتركوا في جروب الفيسبوك علشان نبقى في تواصل مستمر طول الوقت. كان معاكم أحمد حسن من إنجليش كافيه، أشوفكم الحلقة الجاية.